مرحلة التصميم. هذه المرحلة راح تثبت أنه ممكن هذا الابتكار يكون على أرض الواقع. تجسيم. من ناحية الديزاين رائع. تحجيم. أحسك كبير شوي. أوف عندك مشكلة. فإحنا حاولنا نصغر الجهاز إلى القدر الممكن، لكن حجمه كان كبير. وتلوين. اخترت الألوان اللي أنا بحبها. لمسات تقنية أخيرة. نريد من كل مشترك منتج يكسر السوق. وأربعة فقط للحلقة النهائية. سوبر انفنتر، مش بس انفنتر. نجوم العلوم، طاقة شابة للإبداع العربي.